مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم إلى هذا الموعد القانوني الأسبوعي. منذ عقود والإنسان لم يتوقف عن الابتكار، عن الإبداع وعن التجديد، ولولا هذه الطفرة الحاصلة في عالم التكنولوجيات والمعلومات لما أصبحت حياتنا بهذا الشكل الذي هي عليه اليوم. لكن هذه الإبداعات والابتكارات الحاصلة يمكنها أن تكون عرضة للتقليد والغش والسرقة، قد تضر بالتطور أو التطور الاجتماعي والاقتصادي وكل ما يترتب عليه من سلبيات إن لم يقم صاحبها بحمايتها. فكيف نحمي الإبداع الصناعي والتقني من الاستغلال دون ترخيص؟ ما هي الملكية الصناعية وما هي الحقوق المتصلة واللصيقة بهذه الملكية؟ ثم هل استطاعت التشريعات والقوانين الحالية من توفير الحماية الكافية لهذه الملكية في زمن الرقمنة والتطور السريع والمتنوع خاصة في الحياة الصناعية بشكل عام؟ موضوعنا لهذا العدد إذن هو الحماية الصناعية للمنتوجات خاصة المنتوج الوطني. نشاهد بداية هذا الموضوع من إعداد الزميلة وهبة بولطيور، ولنا عودة مباشرة. براءة الاختراع هي عبارة عن وثيقة أو مستند حماية تمنحها الجهات الرسمية المخولة رسميا لفترة زمنية محددة لأحد المبتكرين على اختراع قام به، وغايتها تحفيز وتشجيع الابتكار في سبيل التقدم الاقتصادي. ولهذا توجهنا إلى مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ببوسماعيل. براءة اختراع تاع اللي رايحه نبريزونتيه اليوم هي اون بينتور ناتورال ايكولوجيك. لا بينتور هذا الطلاء الطبيعي الايكولوجي، يحتوي على مواد طبيعيه 100% خالي من المواد الكيميائيه، اي المواد العضويه المتطيره التي تضر بصحه الانسان. يعني المركز قام بتطوير جهاز لحماية ضد تسربات الغاز والانفجارات الناتجة عنه. هذا الجهاز يعني نقدر نركبوه يعني في المنزل أو في المصنع أو في المكتب. في البداية حقيقة لم أفكر في الديبو دو بروفي، دونك العمل هذا كان في إطار ميموار ماستر 2 مع دي ستوديون ماستر 2. لا دوني دي ريزولتا كوم انيبيتور دو كوروزيون، لينيب لا كوروزيون، بوركوا با اون ديبوز با ان بروفي سور سا. دونك رحنا اون ريديجي نوتر بروفي اون لا ديبوزي و دوكا راه ديبوزي صافي دوبي 2018. النموذج جمع عدة تخصصات، يعني كنتيجة كان مشارك فيه عدة أشخاص، وبالضرورة يعني راح نقوم بحماية هذا المنتوج بتقديم طلب لحماية المنتوج هذا، والطلب راح يقدمه يعني بينسر المركز راح يقدم هذا الطلب وراح يحمي المركز ويعني والأشخاص اللي مشاركين في هذا الاختراع. إجراءات الحصول على براءة الاختراع والمتطلبات المفروضة على المخترع ومدى الحقوق الخاصة للمخترع مختلفة بين الدول بحسب قوانين الدولة نفسها والاتفاقيات الدولية، فكيف يتعامل المركز مع ذلك؟ On les a sensibilisés à la côté dépôt, comment déposer, quel est l'intérêt d'un brevet, c'est quoi un brevet d'invention, c'est quoi le côté industriel de le brevet, c'est quoi, comment rédiger des revendications, les hiya tarf al-qanouni zaid par rapport à une production scientifique, parce que le côté scientifique, le bahitin ou kamel, le côté scientifique il maîtrisé très bien. باسكو راهم يخدموا في لي لابوراتوار تاعهم مكامل، مي بصح لو كوتي جوريديك اللي هو المطالب، كيفاش لا ريداكسيون تاع المطالب، هذا هو اللي بازينا عليه بزاف في لا فورماسيون تاعنا منها اللي درنا ملي انشانا الكاتي حتى لدركا. يبقى إقامة نظام الحماية الملكية الصناعية أي براءة الاختراع شرط لنقل التكنولوجيا
كما أن الحماية تعد شرطاً لازماً لتشجيع الإبداع الوطني. مرحبا بكم. إذن مشاهدينا، موضوعنا كما قلت هي الحماية الملكية الصناعية. نتعرف على حماية الملكية الصناعية في الجزائر، نرجو فقط أن تبقوا معنا. وضيفي لهذا العدد هو السيد صباغ محمد، رئيس التنظيم والمعلومات أو ممثل عن لينابي، المعهد الوطني للملكية الصناعية. مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. وأرحب طبعا بالأستاذ محمد فقير، مستشار برنامج في صميم القانون. مرحبا أخت وزيه. مرحبا بكما، وسنبدأ النقاش مباشرة. ربما أبدأ معكما أو معك سيد صباغ. أن تضع اختراعك أو إبداع أو علامة تجارية في متناول المستهلك أو تسوقها في السوق مباشرة دون أن تأخذ بعض الاعتبارات أو بعض الاحترازات مسبقا، كأنك تذهب إلى السوق بسيارتك، وعندما تهبط منها تترك المفتاح على المشغل على الديماغور، وعندما تعود حتما لن تجدها. ربما أنا قاربتها بهذا الشكل، ربما أنت ما رأيك؟ إلى هذا الحد يمكن أن تضيع منك الملكية إن لم تقم بحمايتها؟ شكرا. نعم، للأسف كان بعض الأشخاص أو بعض المبدعين يعني ينساوا أو يتجاهلوا هذه النقطة اللي هي أو الخطوة الأولى اللي هي أهمية الحماية وأهمية الإيداع أمام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بصفته مؤسسة عمومية طابع صناعي وتجاري تابع لوزارة الصناعة يقوم بحماية الحقوق المعنوية للمبدعين. نعم. طبعا في إطار التنظيمات والقوانين المعمول بها. كما يقوم بتنفيذ السياسة الوطنية في الملكية الصناعية. يعني للأسف كما قلت لكم شفنا الكثير من الأشخاص يتقدموا أمام مصالح المعهد، يجي يقول لك أم قلدوا لي العلامة تاعي، قلدوا لي نموذج تاعي، أو قلدوا لي الاختراع تاعي. والسبب؟ والسبب أنه ما قامش بإيداعه بحمايته أمام مصالحنا. ربما أستاذ محمد فقير. نعم، وهنا أخت فازية حتى نربطها بين الحصة السابقة اللي متعلقة بحماية حقوق المؤلف. إحنا كنا قلنا المواطنين والمبدعين في المجال الفني والإبداعي أنه حماية حقوق المؤلف تكون بقوة القانون دون حاجة إلى التسجيل. وهذا هو الفرق بينه وما بين الملكية الصناعية، أنه لابد أن الإنسان يقوم بتسجيل الإبداع تاعو، سواء كانت عبارة اختراع أو علامة أو كانت عبارة عن رسم، على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية، حتى فيما بعد ربما تكون عنده حماية بطريقة غير مباشرة ويكون عنده ما يسمى بهوية ذلك المنتوج لنفسه. هل المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية يحمي الأفكار؟ هناك أشخاص يملكون أفكار خريجي جامعات، ولكن ما عندوش ربما التمويل لهذه الفكرة، ويقول لك نستنى شوية حتى نمول. لا، هي الفكرة في حد ذاتها غير محمية. غير محمية، سواء كانت كحقوق مؤلف حقوق مجرد أو ملكية صناعية. لازم هذه الفكرة يجسدها. إذا كان اختراع يعني يدير لنا ملف ويجي يقوم بإيداعه. دوك الإجراءات هنا كيف تتم؟ إجراءات سهلة. بالنسبة للحقوق الثلاثة، العلامات أو الرسوم والنماذج الصناعية أو الاختراعات. إذا كان ما يعرفش يجي يتقدم أمام مصالح المعهد أو يتصل بنا نقولوا له إجراءات. يعني الملف ما هوش ملف يعني كما نقولوا كبير أو ضخم. ملف سهل. بالنسبة للاختراع كاين طالب الاختراع، كاين لا ريداكسيون دو بروفي، لازم يكتب لنا لو بروفي تاعو، كاين لي شيما اذا كانوا فيه دي شيما، كاين الملخص حسب المصنف، حسب نعم حسب الاختراع. يقوم بإيداعه المعهد الوطني للجزائر المكسب. بيان سور كاين دي ديلي، كاين اجراءات يتخذهم. سنعود الى هذه المواعيد. نعم. وكذا دراسه الملف ومن يدرس الملف. لكن استاذ محمد فقير، نحن هنا نتحدث عن سياسه جديده او اتجاه جديد معتمد من طرف الدوله منذ سنوات حول ضروره التشجيع وتنويع والاعتماد على الاقتصاد الوطني الميد ان الجيريا، وهذا لا يكون الا اذا كان فيه ابتكار وابداع، ومن ثم حمايه الملكيه الصناعية والأدبية وغيرها. كيف هي المنظومة القانونية الجزائرية؟ هل تواكب كل هذه السياسات الجديدة؟ نعم أخت فازية، ربما هي السياسة هي جانب، فيه جانب قانوني وجانب اقتصادي ونظرة سياسية. نعم. ربما احنا نتكلموا من الجانب القانوني، ربما احنا نقولوا فيما يخص حماية حقوق الملكية الصناعية آخر أوامر صدرت في هذا المجال في سنة 2003 وهو الأمر رقم 0306 والأمر 0307 والأمر 0308 المتعلق كل منهما بالعلامات وببراءة الاختراع وكذلك بالنماذج والرسوم، بالإضافة إلى الأمر 66 والأمر 76. ولكن من
2003 إلى يومنا الحالي ربما فيه طفرة وفيه نظرة أخرى، ربما بعد عالمي فيما يخص حماية الملكية الصناعية. إحنا لما نرجع للنصوص القانونية نجدها أنها تتكلم على إجراءات كيفية تسجيل الإبداع دون أنها تركز على كيفية حماية الإبداع من أجهزة متخصصة، لأنه إحنا عندنا أجهزة اللي هي كلاسيكية، القضاء والشرطة. القضاء والشرطة يحموا كل شيء، ليس فقط الملكية الصناعية، حتى ملكية الأفراد، عقارات، أملاك، أموال. نعم. ولكن الآن بالتطور الآن ما دام أنه الاقتصاد الوطني يحتاج إلى إبداعات ولابد من المبدع أنه يحتاج إلى ضمانات. نعم. وضمانة المبدع هو حماية، لابد أنه هذه الحماية تكون من مجسدة من حيث النص القانوني. لابد أنه الإنسان كيجي يبدع يعرف ويحس أنه هنالك جهاز متخصص ربما لنابي مستقبلا أنه يدعموها بأجهزة خاصة بحماية هؤلاء المبدعين، لأنه هذه الفكرة لما تصبح براءة أو إبداع تجسد وتجسدها يعطي أثر على الاقتصاد الوطني، لأنه كثير من الاختراعات ربما وإحنا حتى ربما يكفيناش الوقت تحدثوا في عهد الاستعمار فيه علامات تجارية جزائرية، ولكن للأسف الآن هي عالمية خارج عن الجزائر. نعم. لماذا؟ لأنه لم يتم تسجيلها ولم يتم حمايتها. لكن ماذا نحمي؟ يعني بلغة بسيطة نحمي المبدع أو الإبداع في القانون؟ نعم، هو بالدرجة الأولى للدولة نحمي الإبداع. لماذا؟ لأن الدولة تحتاج إلى ذلك الإبداع. نعم. إلى ذلك المنتوج. نعم. لخدمتها. نعم. لأنه يصبح منتوج أصلي لها، هي اللي تصدره فيما بعد وما تستودروش. نعم. ونحمي في نفس الوقت المبدع، لأنه هذا المبدع اللي بذل مجهود طاقة معنوية ومادية لابد أنه عنده مدخول، لأنه نعم. كل مبدع عنده نعم جانب إنساني. نعم. راح يفيد أشخاص في الإنسانية، ولكن عنده كذلك مدخول اقتصادي. طيب. اللي حفزه مستقبلا حتى هو أنه ينشأ مخبر ويشتري أدوات ويواصل في البحث. أنه يدير يعني الإكستنسيون تاع هذا البحث نتاعه. طيب جميل. طيب سيد محمد الصباغ، المبدع الجزائري لابد من أن المبدع يعرف حقوقه ويعرف أنه عليه واجبات معينة وعليه حقوق ولابد عليه أن يحميها. كيف تعملون أنتم في المعهد مع هذا الباحثين خريجي الجامعات لتحسيسهم حول أهمية الحفاظ والحماية على هذا الابتكار؟ كيف هو ميدانيا؟ ميدانيا سيدتي، المعهد الوطني الملكية الصناعية يقوم بدورات تحسيسية وتكوينية على مستوى الجامعات، على مستوى مراكز البحث والابتكار. المعهد الوطني للملكية الصناعية كذلك نصب حوالي 85 مركز دعم الابتكار والتكنولوجيا على مختلف أو على مستوى الجامعات، مراكز البحث، مؤسسات. هذه المراكز الدعم تدخل في برنامج المنظمة العالمية للملكية الصناعية الوايبو. يعني في هذا الإطار نحن عضو في هذه المنظمة. نعم نحن عضو فيها وفي يعني معظم الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية. الصناعية. نعم. هذه مراكز الابتكار أو هذا اللي نصبهم المعهد يقوم. نعم. المعهد يعني بمرافقة المبدعين، بمرافقة الباحثين، بمساعدتهم كذلك من أجل الحصول على براءة الاختراع. يعطي لهم المعلومات القانونية، المعلومات التقنية، وخاصة يعطي لهم يعني إمكانية الولوج أو الدخول في بنك المعلومات. هل الباحث الجزائري. نعم. يدخل ويطلع على ما يوجد من براءات من علامات عبر العالم؟ هناك بنك لكل هذه. نعم نعم المعلومات. نعم نعم كاين، ليس بنك واحد، كاين بنوك دولية للمعلومات. بواسطة هذه مراكز الدعم راح نمكن الباحث الجزائري نمكنه من الولوج أو البحث. نعم. في هذه قاعدة البيانات مجانا. لأنها هي ليست بالمجان، ولكن بصفتنا احنا معهد وطني الجزائر الملكية الصناعية عندنا الحق ندخلوا لها مجانا ونمكن الافراد هذوما باش يدخلوا كذلك مجانا ويبحثوا ويشوفوا اهم الابتكارات او اهم الاختراعات الموجودة على المستوى الدولي حتى الحديثة العالية الجودة. يعني عنده الحق يدخلها ويشوف يعني مع. نعم. كل. نعم. ما يحدث في العالم، خاصة عندما نعلم ان الصين يعني عندها يعني ملايين الملايين من الاختراعات والعلامات. نعم. سواء في الصين او خارج. نعم. الصين. اذا الاستاذ محمد فقير، عندما لا يصرح المبدع باختراعه بابداعه او لم يضع العلامات
علامات تجارية في المحميات أقول في البنك المحمية، ما هي انعكاسات ومخلفات ذلك على الشخص المبدع وعلى المنتج؟ نعم أخت فازية، هذا يصرى له كما اللي قلت انت، خلى السيارة تاعو خلى المفتاح في الكونتاكت وخرج، وفيما بعد لما يسرقوها له يقولوا له علاه سرقت، في حين كانت بيده أنه يطفيها ويخرج ويغلقها. نعم. إذا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص أنه كان القانون يسمح لكم أمور بسيطة أنك تتقرب بالمعهد الوطني للمحمية الملكية الصناعية من أجل أنه يسجل لك براءة الاختراع أو العلامة أو الرسم أو النموذج. نعم. ولكن هو ربما راح، لأنه لابد أن نقول من بين شروط الحصول على البراءة لابد أنه ما يكونش قام بنشرها هذا الشخص، أو ما يسمى بشرط الجدة، أنه الشخص لما يكون عنده اخترع شيء أو علامة معينة أو رسم معين أو نموذج لابد أنه ما ينشروش قبل ما يسجله، لابد أنه يروح يسجله على مستوى لينابي قبل ما ينشره. لو أنه ينشره فيما بعد لما يروح لينابي يقولوا له ما عندوش شرط الجدة وما يسجلهولوش، هذا اللي يخلي أشخاص آخرين اللي ربما عندهم إمكانيات ضخمة وأموال ومؤسسات يستغلوا ما نشره ويقوموا الترويج له. يعني الشخص تعب وبذل مجهود، بقات له نقطة واحدة أنه يسجلها على مستوى المعهد، جاء أشخاص وجدوها جاهزة. لكن هذه النقطة بالذات، يعني كاين ناس، أنا شخصيا تقابلت مع ناس مبدعين يقول لك أنا عندي فكرة لكن لو كان لكن المنظومة التشريعية الجزائرية لا يمكن لا تمكنني من حماية هذه الفكرة، وإذا كنت راح نهضر معك كاش واحد نعطيه نقول له بلي عندي فكرة قد يسرقها لي، كيف العمل؟ تقول لي بلي ما عندوش أموال لازم يروح يصرح بها لكن ما عندوش هذه الإمكانيات. نعم. وبالتالي ما عندوش حل، ما هو الحل؟ نعم، هو في الحقيقة أشخاص عندهم أفكار ولكن ما عندهمش وسائل. وبالتالي خاصة في المجال التقني، يعني لابد. نعم. من تمويل هذه الأفكار، وهنا لابد أن نرجع لضرورة أن هؤلاء الأشخاص يتصلوا بمؤسسات اقتصادية. نعم. في بعض الأحيان بعض المؤسسات الاقتصادية وهي بعض الأحيان في العالم عندهم مخابر خاصة بهم يقومون باستغلال هؤلاء الأشخاص، يعني مثل هذا الموظف ربما يوظفوه عندهم ويكلفوه يعطوا له أموال ويخصوا له مكان، ربما هو راح يتصل. أنا نقول لك عندنا مؤسسة اقتصادية في الجزائر، شخص عنده فكرة ربما راح تساهم في زيادة المنتوج الاقتصادي لتلك الشركة، يتقرب منها. هنا هو لازم يكون محمي نوعا ما في إطار اتفاقية بينه وبينها، هذه الشركة تعطي له الوسائل وتعطي له الأموال ولكن قبل ما ينشرها في وسائل الإعلام، يعني بينه وبين هذه الشركة ربما في إطار اتفاقية أو عقد توظيف، لأنه في بعض الموظفين حتى أنهم يبدعوا في شركات البراءة تسجل على اسم الشركة ولكن اسم البراءة الجانب المعنوي أو جانب الأبوة يبقى دائما لذلك الموظف. إذن أمام هؤلاء الأشخاص ليس أمامهم سوى أنهم يعقدوا اتفاقيات مع شركات معينة، لما يوصلوا للنتيجة يقوموا بتسجيلها على مستوى لينابي. هنا طيب. تسجيل يكون طيب. باسم الشركة أو باسمه الشخصي، هذا رجع للاتفاق الأولي بينه وبين تلك الشركة. طيب سيد صباغ، يعني الإنسان اللي يخدم في شركة لمبدعة أو في الابتكار، هنا إذا ابتكر أو أبدع في شيء ما يمكن أن يسجله باسم الشركة. باسم الشركة. لكن من حق من حقه أن يتم ذكر اسمه كمخترع. المونوبول بصح المونوبول تاخذ الشركه المونوبول. نعم المونوبول تاخذ الشركه. لكن كاين اتفاق وكاين اتفقوا. نعم. اذا كان اتفاق بيناتهم، يعني اتفاق. نعم. شريعه او العقد شريعه المتعاقدين. نعم. هنا يتفقوا بيناتهم. طيب نبقى مع الملكيه الصناعيه، هناك عده مصنفات تدخل في الملكيه الصناعيه. نعم. عده انواع لبروفي، براءه الاختراع، علامات تجاريه واشكال ونماذج. نعم سيده. كيف هي، يعني ما هو الفرق بينهما؟ نعم. وما هو الشيء الذي نبدع فيه نحن في الجزائر مثلا؟ نعم سيدتي، في الجزائر بطبيعه الحال عندنا العلامات، لأن كي نشوفوا الإحصائيات نلقاو عدد العلامات المودعة هي اللي تجي بكثرة. علامات استهلاكية. علامات نعم لمنتجات مختلفة أو خدمات مختلفة. يعني في الخدمات. في الخدمات نعم نعم نعم, نعم في الخدمات المالية، لي بنك، لي زاسيرونس، كامل عندهم علامات. نعم. يعني كاين اتفاق نيس. هذا اتفاق عالمي أو تصنيف عالمي من الصنف واحد إلى الصنف 45. نعم. كل دول العالم يخدموا به. فيه كل المنتجات وكل الخدمات. هذا بالنسبة للعلامات. الفرق بين حقوق الملكية الصناعية، عندنا ثلاث حقوق مهمة. نعم. براءة الاختراع أو الاختراع قبل ما نمدوا له براءة. الاختراع هو بكل بساطة حل تقني لمشكل تقني. نعم. كاين مشكل تقني يجي شخص يلقى له حل، هذا اختراع. نعم. نعم. ومن بعد نروحوا لي كونديسيون دو بروفتابيليتي. النموذج الصناعي هو الشكل الخارجي للمنتج أو الشكل الجمالي للمنتج. نعم. استيتيك دو برودوي، هذا يتحمى عن طريق قانون خاص به. وعندنا العلامة التجارية هي الرمز المميز اللي حطه صاحب المنتج على المنتج تاعه باش يجعل أو يسمح للمستهلك يميز بين المنتجات المختلفة. نقول له الاختراع، شروط الاختراع هي ثلاثة. الجدة كما كانت قبل الأستاذ، الاختراع لازم يكون جديد لكي يحظى بالحماية.
وباش يكون جديد ما لازمش يكون ديفولغا أو اطلع عليه الجمهور من قبل إيداعه. نعم. عندنا النشاط الابتكاري. النشاط الابتكاري اللي هو عند رجل المهنة ما يشوفش هذه الفكرة الجديدة ما يشوفهاش بديهية. نعم. إذا كان رجل المهنة إذا شاف يقول لك نو هذه الفكرة أو هذه التقنية بديهية بالنسبة إليه. هنا ما كاش هذا الشرط. وكاين قابلية للتطبيق الصناعي. يعني هذا المنتج نقدروا نصنعوه ونبيعوه. هذو هما لي تخوا كونديسيون برينسيبال اللي لازم يكونوا في الاختراع باش يحظى بالحماية. النموذج الصناعي عنده دو كونديسيون أو شرطين هي الجدة والأصالة. لازم يكون جديد ثانيك. جديد يعني ما طالعش عليه الجمهور. نعم. لازم يكون فيها عنصر الجدة. العلامة أسباب رفض تسجيل علامة كاين تسعة، لكن احنا نبازيو في التقليد أو في التشابه، نبازيو على ما لازمش تكون مودعة أو مسجلة من قبل سواء مشابهة أو مطابقة لها. طيب هناك دراسة لكل هذه الحالات؟ نعم، بالطبع بالطبع. هناك كفاءات على مستوى المعهد التي تقرر إذا كان فيه جدية فيه أصالة في المنتج. نعم. بالنسبة للاختراعات يعني احنا عندنا دي بانك دو دوني، دي باس دو دوني، نحوسوا فيهم، كاين دي لوجيسيال يقدروا، كاين دي لوجيسيال نبذلوا جهدنا باش نلقاو ونشوفوا أسكاد. أنتم في عالم تكنولوجيات في عالم الرقمنة. نعم. من المفروض أنكم تكونوا يعني أجور. يعني نعم نكونوا أجور. وعندنا دي تكنيسيان دي سبيسياليتي في الميدان الكيميائي في الميدان الميكانيك، عندنا يعني دي سبيسياليتي. ما نقولكش باش ما نكذبوش ما نقولوش كامل الاختصاصات ما عندنا. على خاطر الاختصاصات اللي بزاف الايداع تاعها يتم عندنا في الميكانيك، عندنا في الصحه متطلبات الحياه، عندنا في الكيمياء. نعم. عندنا في الكهرباء. نعم. عندنا يعني اشخاص مختصون في هذا المجال. نعم. نعم. وبالنسبه هناك بعض المخترعين والمبدعين وخاصه الطلاب والباحثين يقول لك انه لا ديمارش يعني الي لونت وتطلب اموال، تطلب رسوم معينه، ويقول لك سي با نيسيسير. واش رسوم التسجيل ماهيش يعني فريمون كبيره بزاف بالنسبه لمبدع او صاحب مؤسسه. نعم. علاش من بعد نجيو للمبدع اللي ما عندوش كما قال الاستاذ نشوفوا شركه دعمه اكسيتير. بصح صاحب مؤسسه اللي عنده علامه انا جو بريفير حتى بالك يقدر يسلف ويحمي الابداع تاعو او الحق تاعو ولا يخليه هكذاك يروح له حتى يقدوه. نعم استاذ محمد. فقط تكمل لما تفضل فيه الاستاذ انه فيما يخص كذلك الفوارق ما بينهم يعني هو كذلك في مده الحمايه. وأكيد. كنت سأطرح يعني سؤال حول مدة الحماية وكيف نحمي، وحتى إذا كان منتج ما معين فيه ربما براءة الاختراع وفيه الشكل ماذا أحمي يعني. نعم، هو فيما يخص الحماية كذلك لما نتحدث على براءة الاختراع يعني الشخص اللي جاء حل تقني لمشكل تقني هذا عنده 20 سنة. نعم. يعني 20 سنة من تاريخ تسجيله على مستوى المعهد، بعد 20 سنة يصبح في متناول الجميع حتى نبسطوها بالنسبة للمواطن. هذه هي البراءة. هذه البراءة الاختراع. نعم. يعني واحد جاب شيء جديد، ربما اخترع هاتف جديد يعني ليس موجود في الوقت الحالي. صعب جدا يعني الوقت الحالي. بعد 20 سنة، بعد 20 سنة ذلك الشركة ليست هي صاحبة. نعم. تحتكر ذلك المنتوج، يصبح في متناول جميع، أي شخص بإمكانه أنه يقوم بإنتاجه وبتسويقه. 20 سنة، بعد 20 سنة يسقط في الضمان العام كما نقوله بالناحية القانونية. فيما يخص العلامات التجارية، العلامات التجارية حمايتها 10 سنوات تجددها مرة واحدة لمدى الحياة. تبقى لمدى الحياة بما يسمى العلامة التجارية بعد مرور 10 سنوات. نعم. من تاريخ تسجيلها كل 10 سنوات. فيما يخص النماذج والرسوم الصناعية هذه 10 سنوات وتسقط في الملك العام. نعم. في بعض الأحيان نلقاو منتوج يحمل العديد من الصفات، يحمل براءة الاختراع ويحمل العلامة ويحمل كذلك حتى الرسوم. هل لابد عليه أن يسجلها في كل هذه؟ نعم، كل جزء منها يسجل ويحمى. نحن ربما لو نشد أمامنا جهاز كمبيوتر نعمل فيه عديد الكثير من الأمور. صحيح. فيما يتعلق بالملكية الفكرية، حقوق المؤلف، وفيه ما يتعلق بالملكية الصناعية، براءة الاختراع، العلامة والتجارة، وكلها لابد أن يسجلها حتى تحظى بالحماية القانونية، وحتى هو بالدرجة الأولى يحظى ب يعني المردودية نتاعو يعني. نعم. من حيث. نعم. المال يتحصل على ذلك الأمر. سيد صباغ، بالنسبة يعني المخترع أو المبدع عندما يأتي إليكم ويأتيكم بمشروع أو ب
نموذج يعني من مشروعه. نعم. كيف يعني تقيمون أن هذا الشيء هو جديد؟ يعني هناك ربما بعض الاختراعات التي يضاف عليها فقط ربما في الشكل أو في، لكن لو برينسيپ لي لو ميم، يعني لانفونسيون دو باز راهي نفسها، لكن عندما يأتي ربما يعدل في شيء ما، هل هذا يعتبر اختراع؟ نعم بالطبع. لكن عندما يأتي ربما يعدل في شيء ما، هل هذا يعتبر اختراع؟ نعم بالطبع بالطبع، لأنه الهاتف مثلا، الهاتف دوبوي دي دي نعم نعم يكزيست، لكن نشوف التطور تاع الهاتف، هادو كلهم اختراعات. نعم. يعني الاضافه اللي راكي تقولي لي سيدتي، الاضافه اللي زيدها حنا نفحصوا هذيك الاضافه اسك فيها لي تخوا كونديسيون اللي كنا حكينا عليهم. اذا كانت وفرت فيها لي تخوا كونديسيون هذوك، نعطوا له براءه اختراع التقنيه هذيك، بالتالي يحظى بالحمايه. هل المعهد يعني كما قلت سابقا انه اليوم في الاقتصاد الرقمي، في العولمه، في التنوع، في المنافسه، ربما يعني الناس يعني كما يقول لك سي اون غير نوميريك اللي راهي اللي يصنع اكثر واللي يبتكر اكثر، كيف تعملون اليوم في كمؤسسه حكوميه لدعم الشباب؟ لانه فيه طاقات شبانيه، هل تعلمون كمخترع لك مثلا في الجزائر، هل كلهم مسجلون عندكم؟ هل يخترعون؟ هل هناك ظروف معينة؟ هل تساعدونهم على ذلك؟ الجو العام للاختراع؟ نعم بالطبع، هنا سيدتي نساعدهم كما كنا نقولوا بلاسبي تكنيك، بلاسبي بدات لو دوسي تاعهم كيفاش يكون. مي المعلومه مجال هل عندنا معلومات كم من مخترع في الجزائر؟ ما نقدرش تكون عندنا كم مخترع مسجل. نعم نقول لك، هل كلهم جزائريون مقيمون هنا ام هم في الخارج؟ لا الاختراعات يعني طبقا للاتفاقيات الدوليه، سواء كان جزائري او اجنبي نحميه وعنده نفس الحقوق. نعم. اتفاقيه باريس اعطت مبدا المعامله الوطنيه كسوسوا في العلامات او في، لكن عندما يخرج من التيريتوار هني جايك استاذ سيدتي المبدا الاقليميه. نعم. هنا نقولوا اي شخص يجينا يديبوزي سواء كان اجنبي او جزائري نحميوه. نعم. نفس نعملوه نفس المعامله، نطبقوا عليه نفس القانون يتحمى. بالنسبه لاقليميه الحمايه، كاين في الملكيه الصناعيه يقولوا له مبدا لاقليميه حقوق الملكيه الصناعيه. نعم. الحمايه تكون فقط في الجزائر، يحب يحمي الاختراع تاعو العلامه تاعو او النموذج تاعو في بلد اخر، لازم يتقدم لهذاك البلد سواء عن طريق النظام الكلاسيكي راح يقوم بايداع مباشر، او عن طريق نظام مدريد بالنسبه للعلامات. والبلد هذاك راح يفحص له الطلب تاعو او الملف تاعو حسب القوانين الداخليه البلد. نعم. يقدر يمنح الحمايه. كل ما تذهب الى دوله اخرى تحمي المنتوج تاعك، تدي معك المنتوج وتحميه على حسب القوانين تاع تلك الدوله. بالطبع، ولكن القوانين يعني نشوفوها متقاربه. لكن يعني لو ديكلاري وي بيان سور بيان سور كاين جوستومون تصرح به نعم كاين نظام وتسجيله لازم هذا لازم بالطبع لازم يصرح به امام، لانه قاعده البيانات خاصه في العلامات اللي نحوسوا فيها نشوفوا قاعده البيانات او العلامات المحميه وطنيا فقط. عندنا قاعده البيانات تاع المنظمه العالميه للملكيه الفكريه. نعم. لكن فقط نشوفوا العلامات الممتده للحمايه. نعم. للجزائر. نعم. باش ناخذوها بعين الاعتبار. كم باحث عندنا مسجل عندكم في الجزائر؟ بالنسبة للاختراعات عندي إحصائيات سيدتي لسنة 2020 هو 678 اختراع أو براءة اختراع ممنوحة سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 كانت 638، يعني نشوفوا زادت يعني. شويه يعني. في المجال الرقمي كيف تتم الحمايه؟ قلت ربما من قبيله انه اليوم الاقتصاد متجه الى الرقمنه والاختراعات راهي وكون موجوده ومتداوله على الوسائط وعلى المنصات، ولانه يعني اون باراليل تاع لو دووا دو لا بروبريتي كاين حريه الوصول الى المعلومه، كيف يتم حمايه هذه الاختراعات على المنصات وعلى المواقع؟ لا هو الاختراع سيدتي دائما نولوا إذا كان اختراع باريزون على منصة أو موقع. موقع إلكتروني مثلا. نعم. بالنسبة للستارت أب اليوم. نعم. المؤسسات الناشئة اللي هي يعني الديفلوب دون لي زابليكاسيون في لي ريزو ولا يعني. نعم. كيف يمكن أن تحمى هذه الحماية بالنسبة للمواقع أو لي بروغرام دورديناتور أو هذوما لي لوجيسيال، هذه تدخل في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يعني لكن كاين لو تكنيك هنا. هني جايك سيدتي، كاين مادة صريحة في قانون. نعم. البراءات. نعم. يستفني هذه الاختراعات أو ما نسميهاش اختراعات. نعم. هذه الحقوق من الحماية. نعم. عند المعهد. لكن إذا كانت فيها دي تكنيك بروفتابل هنا يقوم يعني كأي دومان كأي ميدان عندنا نفس الإجراء هو صاحب. نعم. الإيداع. شكرا. الملخص. نعم. إلى آخره. شكرا جزيلا سيدة. أشكرك على كل هذه المعلومات. نعم. ابقوا معنا مشاهدينا، نلقاكم بعد فاصل قصير.
إذن مباشرة إلى سؤال المواطن، يقول: قمت بإجراء عملية جراحية على مستوى العين منذ أكثر من سنة ونصف، واليوم ضعف بصري بنسبة 90%. الطبيب شخصه أنه خطأ طبي، فهل يمكنني مقاضاة الجراح الذي قام بالعملية؟ نعم أخت فازية، هذا أمر بديهي، كل من تسبب بالخطأ فهو ملزم بالتعويض. وحنا نقول لك هذه العملية أجريتها أمام مؤسسة أو أمام عيادة خاصة أو مؤسسة شفائية عمومية. إذا كان أمام مستشفى عمومي فبإمكانك رفع دعوى أمام القضاء الإداري. أما إذا كانت أمام عيادة خاصة فبإمكانك رفع دعوى أمام القضاء العادي لمطالبتهم بالتعويض عن الضرر. فقط لابد عليك إثبات الضرر عن طريق التقارير تقارير الخبرة الطبية. لما توصل للقضاء أكيد القضاء سيعين خبير، هذا الخبير يتفحص الأوراق ويتفحص حالتك ويتأكد ما إذا كانت حقيقة هذا الضرر الذي أصاب عينك نتيجة العملية التي أجرتها وبسبب خطأ من طرف هذا الجراح. إذا ثبت ذلك أكيد سيتم تقدير تعويض لك عن الضرر الذي أصابك. نعم شكرا، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، أسئلة المواطن. نلقاكم دائما الأسبوع المقبل مع الاستشارات القانونية والأستاذ محمد فقير، لكن ربما كتوصلة لما كنا نتحدث عنه، الغش والتقليد هو يعني ما يهدم الاقتصاد الوطني. هل أنتم في المعهد عندكم عمل في هذا الميدان، أنكم عندكم أعوان تراقبون ما يحدث من تقليد للبضائع الجزائرية، العلامات التجارية الجزائرية؟ في الحقيقة لا، ما عندناش أعوان. الديوان الوطني لحقوق المؤلف وحقوق المجتمع عندهم أعوان يقوموا، احنا ماذا بينا نكونوا كما هم عندنا أعوان. وهذا يتطلب دايوغ كاين ريفليكسيون في المعهد باش نعدلوا القوانين تاعنا ويكونوا عندنا اعوان مختصين يقوموا بمراقبه المنتجات او التدخل الى جانب اعوان التجاره. لكن حاليا كما قال الاستاذ، النظام الكلاسيكي اللي راهو يحمي الشرطه، الجمارك، الدرك الوطني والقضاء، يفتشون الأسواق. طيب ربما أستاذ فقير كان في النهاية فقط، يعني بالنسبة في حال نزاع مثلا معين في أنه واحد، كيف يثبت أن هذا الاختراع لي ولم يقم بالتصريح به أو القانون لا يحمي المغفلون؟ نعم، هنا في هذه الحالة إذا كان سجلها على مستوى لنابي في هذه الحالة بإمكانه أنه يرفع دعوى أمام القضاء، وبإمكانه حتى يدخل المعهد الوطني للملكية الصناعية كطرف في الخصومة، فقط عليه إثبات أنه ذلك المنتوج. فقط فيما يخص كلمة لما قلت أنت الغش والتقليد، أنا نقول بأنه القانون متعلق بحماية الملكية الصناعية يتكلم على جنحة التقليد وهنا يحمي المبدع. أما الغش فهناك قانون حماية المستهلك هنا اللي يحمي بالنسبة للمستهلك، وهنا أعوان التجارة هم اللي يقوموا بتحرير هذه المحاضر المعينة بأنه ذلك المنتوج هو مغشوش. نعم شكرا. في سؤال آخر فقط، أن شفنا في أزمة الكوفيد مثلا كانت فيه عدة علامات تجارية ظهرت في الأسواق وكذلك ديزابليكاسيون، كيف هل كلهم صرحوا وسجلوا وهل هي وهل تفقدتم يعني مصداقية هذه الفرعات؟ نعم، بالنسبة للعلامة التجارية سيدتي كان صحيح في فترة الكوفيد تلقينا بزاف طلبات تسجيل بخصوص علامة تجارية خاصة بمنتج لوجلادة، لكن كاين بعض سجلناها شفناها يعني مطابقة للشروط، وكاين بعض شفناها يعني نعم مشابهة لعلامات مسجلة، يعني نعم تقليد وكنا رفضنا الملفات تاعهم. طيب ربما فقط في الأخير نقول أنه لا بد من تشجيع الشباب على البحث العلمي والابتكار والإبداع، لأنه كما قلت أنه المستقبل هو للبضائع المحلية. نعم والظروف العالمية تؤكد ذلك، وكذلك أنه حتى واحد يفرض روحه اليوم في السوق العالمية لابد أن ينتج وأن يبتكر، ولابد عليكم وعلينا جميعا أن نحترم نعم هذه الملكية، لأنها في الأخير في الأول وفي الأخير الدولة تستفيد والمواطن يستفيد والمبدع يستفيد والمبدع يستفيد ويمكنه أن يبدع أكثر فأكثر. شكرا السيد محمد صباغ ممثل عن المعهد الوطني للملكية الصناعية. محمد فقير، نلقاك الأسبوع المقبل. شكرا لكم والسلام عليكم.